حياكم الله من جديد في جزءنا الأخير لليوم، مقالة للدكتورة نرمين البورنو. نتابع. لم يولد الإنسان وهو مخير بين شكله ولونه وعرقه وجنسه وغناه وفقره وصحته، فإذا ما احترمت الخلق في تلك الاختلافات فاحترم الخالق. فما دام الناس يختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم وطرق معايشهم وفي البيئة التي يحيون فيها وفي الثقافة التي ينهلون منها، فإنهم لا شك يختلفون في آرائهم وتفكيرهم. ويكفي أن يسأل الإنسان نفسه، ماذا لو كان هنالك صنف واحد فقط مما نأكل أو نشرب؟ ثم ماذا لو كان هناك أنهار بلا ليل؟ وكيف سيكون العيش لو كان المطر ينهمر بلا توقف؟ أو لو كان الجفاف هو السائد في كل الأزمنة والأمكنة؟ رغم كل التساؤلات التي تطرح، لكن للأسف ما يحدث الآن في العالم من انتشار لظاهرتي التمييز والتعصب في الدول المتقدمة والتي تدعي الحضارة والرقي لا تبشر إلا بالخوف والقلق وانفجار النزاعات على أساس مصلحي وديني وعرقي بأشكاله. والكارثة أنهم لم يدركوا أن ارتفاع الوعي إلى مستوى الاختلاف أو التنوع هو قيمة حضارية وإنسانية ودليل سمو ورقي، وأن الاختلاف لا يفسد للود قضية ولا يفضي للضغائن. ما أحوجنا في هذا الزمن أن نتعلم ثقافة الاختلاف بين البشر لا الخلاف، ونصون الاختلاف والتنوع ونحترمه، وحرية الفكر والاجتهاد والاختيار، ورفض كل تمييز على أساس ديني وعرقي أو اجتماعي. وأن الاختلاف في الألسن والألوان كالاختلاف في الليل والنهار والسماوات والأرض، لأن الاختلاف بناء، وأما الخلاف فهو صورة من صور الهدم. أنا مختلف ولست متخلف. أهلية الإنسان للحياة وتشكله وتفتحه مستمدة من الاختلاف الحر. إن الحرية في الاختلاف جمال آخر لا تدركه عقولنا. دمتم كما تحبون. نشوفكم بكرة. اللقاء.